موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الحلقه الخامسه والسادسه من الصفر، لكن قلنا في الحلقه الاخيره ان راح نغير قوانينها وراح نبدلها من 1v1 الى 2v2. فحاليا مثل ما تشوفون 1v1 باقي لي الجيمين اتصنف، لكن قلت بنكنسل 1v1 لان تنرفز مره وتخلي التصوير ما هو بشكل كويس، لاني انا اتنرفز وانتم يعني تشوفون المقطع وانا متنرفز، فتتنرفزهم يعني في بعضكم يعني يتنرفز زيي، لكن المقصد انه ابغى اخلي المقطع ممتع. ف2 في 2 يكون فيه راندوم ويجلطون، بس ما يكون زي ال1 في 1. 1 في 1 عندك تسوي اي شيء، يعني يا انك تلعب على الارض يا انك ما تفوز، اذا نظام ال1 في 1. فانا ابغى العب لعب متع، فهمتوا؟ فبندخل 2 في 2 بنحاول ان نفوز الايام كلها، مع اني ما اتوقع، لكن باذن الله. فخلونا ندخل على الجيم الاول. راح ندخل بالبريك اوت في البدايه، ثلاث ايام بريك اوت، ثلاث ايام بالميرك، واربع ايام بالاوكتين. بحاول اني اخلي الايام كلها كامله المقطع، لكن قبل ما يبدا المقطع لا تنسون لايك واشتراك على زر التنبيهات فوتوشوب في اس ال. واللي يبغى يستلم من روكت ليج اكستشينج، موقع روكت ليج اكستشينج في الوصف، حط كود في اس ال راح يخصم لكم 3%. الايم يا محمد. الو، ايش في راح مهم بالرياح ذا؟ اوكي، يا رب يا رب يا رب على طول انهم يسحبون، اقسم بالله بيصير شيء خرافي. شوف الجره، وي اوكي، خويه مأفك فشيء كويس بيخليه ينسحب على طول اذا كان مأفك طول الوقت. اذا فزنا في ذا الجيم راح نغير سرعه اليد. ايش دول يا ساتر؟ تكفى الثاني يطلع، تكفى تكفى. 1 في 1 يا شباب، داري دخلت 1 في 1 من البدايه. ايش فيه؟ بدي اعطي وات سيف بس ما له داعي، ما له داعي ابدا. جي جي، اول جيم دان. دامنا فزنا نغير سرعه اليد، سريع شوي، نخليها 2. كنترول ديد زون، والله ما ادري، نخليها على ما هو. يلا يا زلدا، زلدا معي وضد كلهم بلاي ستيشن، يا ساتر. والله واضح ان اللعب سيء. والله اني اسف جدا جدا جدا، حقك علي. حلو يا خوي، حلو حلو، جريت ريت باس. والله كفو كفو، يعني قاعد تسوي باسات صراحه، يعني اول الايام هذه، بعدها نشوف عاد كيف اللعبه. قسم بالله بنجلط. والله الكره تتمطش، سالفه خوي خوي. الايم يا خوي، لمسه يا خوي، لمسه بس تكفى. اها نايس، حتى ترى ما سويت فليب، يعني طقه جت كذا. والله نايس شوت، نايس شوت. نكتب له جي جي. طب بالتايمينج. يا ساتر التايمينج، والله تايمينج جامد. اوكي جيمين جيمين، حلو اللاج. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ايش سالفة النت؟ بليز يا نتي. خوينا ايش فيك راح هناك؟ اوكي بتشوتني بعد يا خوي، خلاص الكره لي يا اخي. شو خوينا، ركزوا على خوينا. وش وضع هذا؟ وش تلبوس بعد الاخضر؟ نكتب جي جي، شوف ايش يقولون. يمكن يسحبون فجاه كذا. اوكي واحد ينسحب، حلو. باقي الثاني، كلمه جي جي تخليه ينسحب على طول، ما ادري ايش السالفه. بعد كلمه جي جي على طول واحد يطلع، ايش السالفه؟ ليش ما ادري. يبغى يطلع يا اخي، مريض والله يا مريض خوينا. لا شيكوا عليه ونط، بس يبغى يخرب علي. شوف طلع اللي ضدنا جي جي، بسرعه 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 نشوف الجيم اللي بعده. كم فزنا فوز الحين؟ كيف فوزتين بس؟ انا حد غلط ولا ايش؟ ولا في بلا صدق؟ ما جت طقه جول. يو 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 يو، يا ساتر. يو الطقه الثانيه والله جامده، بس ما خشوا يعني، ولا هي سهله. نايس شوت، وزرفني بس نايس شوت. بسم الله، جلطة ذا الخوي، جلطة. ليه شوتني ليه؟ يا ساتر هدف، يا ساتر. يوه اجربك يا خوي، اجربك، تبغى تزرفني ما فيه. يا ساتر يا ساتر، خاش معي ذا. اوكي مو بصادها زي ما توقعت، مو بصادها. ودافني ولا داف الكورة ولا وشو؟ لا والله كان بعيد. جي جي، نقلنا فينك ثلاث ايام. يا ساتر يا ساتر، وش ذا الفن؟ اسويها في الايام ليش؟ وات؟ هو ما معه بوست هين، بس يعني المفروض اني اطقها طقه ثانيه، بس اوكي كريت باس.
والله زرفت هدفه بس انا اسف جدا. نايس والله كيف طول مرة. ما اعطيكم الهدفين من هذا الجيم. جيم طويل. اوه دخلنا مع الناس اللي يطيرون. اوكي. يو شلون ضاع ذي؟ يو جربه. نقش. حلوة. نشاط. والله بغيت ازرفها صراحة بس يعني. بسم الله. ما جاء جنب رشد. ما جاء جنب رشد يقطع من القفر. كتب جي جي. والله العظيم تايمينج تايمينج هذا صدق يعني. طبعا الاولى ما ضبطت بس كان معها استفهام. يو 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 والله يا هدف. ريتم رايح جاي. بسم الله. يو 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 يا ساتر يا ساتر. يو 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 اهلين هدف. تكفون اطلع بعد جي جي هاي. تكفون بدون استفهام. تكفون. والله اني اسف جدا. يلا الحين نقلب على كتير. والله اني اسف يا ساتر. يقطع من الهدف. ما ادري ايش قاعد يصير. شوف النقطة الأخيرة اللي جبت فيها الهدف. شوف. صدمني خوي ونطيت في نفس الوقت. تكفى قولك. نايس شوت. اسطورتي يا خوي اسطورتي. ايه نفس عليهم. باي. اطلعنا. ليش اللي يعطب ده؟ ليه؟ خليت خوينا يطقكم بس. روح خوي تكفى. ايوه. ايوه لمسة ثانية بس. اوكي. نايس شوت. نايس شوت يا شيخ. تكفى. لك يا خوي. كلوز. عرضه. يا ماي جود. او ماي جود. او ماي جود. يو استقعد. شوت. تكفى. داي الموت الموت. والله العظيم جاب العيد في البداية. يلا اخر جيم. اخر جيم هذا دايموند 1 اتوقع بيخلوني دايموند 2 او دايموند 3 اتوقع. مع ان كله جيم فزتها بس يعني لاست جيم. لاست جيم. خلاص يا ابني خلاص ما سويت لك شيء انا. يو والله ما صديت صراحة. مديه؟ اتوقع يمديه. ياه خوينا وين رايح؟ والله خوينا استاذ ما ادري وين طاير. حلو 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 اللمسات اللي الله يحرمنا منها. بيجلطني ذا. اوكي. الشوت اخيرا. لمسات اللي عند المرمى قسم بالله ما الامه داعي. والله عند رجله. الحمد لله يا رب. خير ست شوت ذا الشوتات اخيرا. اقسم بالله العظيم جيم عذاب. خوينا سكت. اوه ماي جاد. خوينا متهور مره قاعد يخش خشات غبيه. بيجيب العيد. لا لا يا خوي لا ما تسويها. اقسم بالله يا رب.
والله قهر دائما 2 الا من خوينا ولا كان بيجي دعم 3 بس كيف اخطا اليوم ان شاء الله اخطا عجبكم. شيء زائل والله والله شيء زائل. المهم لا تنسون كود الايتم شوب في اس ال سواء في روكت ليج ولا فورتنايت تقدرون تشترون يعني اشياء يعني كذا بركات بركات. وموقع روكت ليج اكستشينج الاهم كود في اس ال فيه طبعا الكريدت عندهم ارخص من اللعبه وفي اشياء عندهم مره كثير. راح تملا الايتم شوب تلقاه هنا كود في اس ال يخصم لك 3% نكتب هنا في اس ال ينحط لمده 14 يوم بعد 14 يوم يمديك تحطه مره ثانيه. بالعافيه اشوفكم على خير. سلام.